بقيت عندنا حالة واحدة وهي أن يقتنى الذهب أو الفضة لكي يلبس بوجه حلال. وأيضا هذا النوع من الذهب أيضا أو الفضة لابد أيضا أن نفصل فيه تفصيلا أدق ونقول بأنه صالح للاستعمال. هو ذهب أو فضة صالح للاستعمال ومقتنى لأجل الاستعمال بوجه حلال، فهذا تجب فيه الزكاة على قول الإباضية والحنفية. هذا هو رأي الإباضية والحنفية، إيجاب الزكاة فيما اتخذ لأجل اللباس سواء لبس في تلك الحال أو لم يلبس، المهم ما دام أن الإنسان اقتناه لأجل اللباس وجبت فيه الزكاة. أما إذا كان هذا أو إذا كان هذا الذهب أو كانت الفضة مقتناة لأجل اللباس إلا أنها لم تعد تصلح لذلك بأن تكون مكسرة أو غير ذلك مما يعني يمتنع لبسها أو يمتنع معها اللبس أو حتى الإصلاح، فهذه شأنها كشأن السبائك غير المصنعة رأسا، فإنه تجب فيها الزكاة باتفاق. وإنما الاختلاف فيما كان صالحا للباس ويمكن لبسه، فهذا هو الذي وجد فيه الخلاف. فكما قلنا مذهب الإباضية والحنفية وجوب الزكاة فيها، أما الشافعية والحنابلة أما المالكية والشافعية والحنابلة فقد قالوا بعدم وجوب الزكاة فيها. وطبعا قد استدل كل فريق من الفريقين بأدلة تدل على ذلك، فمما استدل به القائلون بوجوب الزكاة فيها عموم النصوص الشرعية التي توجب الزكاة في الذهب والفضة، كقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة الآية السالفة أو في الآية السالفة ذكرها. فقالوا بأن الذهب والفضة جنسان معرفان بأل الجنسية، وما عرف بأل الجنسية يفيد العموم، وقالوا بأنهم لم يصح عندهم ما يفيد هذا التخصيص أو ما يفيد التخصيص، وبالتالي تبقى الآية على عمومها، فكل من ملك ذهبا أو فضة وكنزها ولم يؤدي حق الله تعالى فيها فقد باء بالخسران المبين. وكذلك أيضا عموم الرواية التي رواها الإمام مسلم من طريق أبي هريرة، ما من صاحب ذهب أو فضة أو ولا فضة. فهنا ما من صاحب لفظ أو نكرة جاءت في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي كما هو معلوم تفيد العموم، فكل من ملك ذهبا أو فضة ولم يؤدي حق الله تعالى منها فهو يعني أو فكان ممن يستحق هذا الوعيد. كذلك أيضا استدلوا ببعض الروايات الخاصة في الموضوع في الحلي أو في الحلي، فهذه الروايات حقيقة فيها كلام للعلماء من حيث التصحيح أو التضعيف، ومن احتج بها يعني حسنها على أقل تقدير. فمن ذلك ما رواه أبو داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يدها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله. وطبعا يعني نجد أن هذا الحديث وضح وبين أن هذا السوار أو أن هذين السوارين اللذين اتخذا لللباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أداء الزكاة فيهما، فلم تكن تعلم المرأة أنه تجب فيها الزكاة، ولما بين لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكتفي بإخراج الزكاة منهما بل دفعتهما صدقة لله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا ما رواه أبو داود من طريق السيدة عائشة أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا يا عائشة؟ فقالت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال أتؤدين زكاتهن؟ قالت لا أو ما شاء الله.
قال صلى الله عليه وسلم: هو حسبك من النار، أي القصد من أنه إن لم تؤدي أو إن لم تؤدي زكاة هذين أو هذه الفتخات فإنها يعني والعياذ بالله من النار، أو يعني مؤدية إلى النار. والفتخات هي الخواتيم الكبار، كانت النساء يتحلين بها. فهذه النصوص والتي حسنها بعض أهل العلم هي خاصة في الموضوع، ومن لم يعني تصح عنده هذه النصوص اتمسك بالعموم الوارد في الآيات والأحاديث، ولم يثبت عندهم ما يفيد تخصيص هذه النصوص.